مرحبا بكم في قناة مغامرات كتاب. اليوم سأقوم بترشيح أهم 7 كتب في مجال علم النفس من داخل مكتبة جرير. هذا المجال يعتبر من أكثر المجالات المهمة التي يجب على كل قارئ بأن يخوض التجربة بداخله، حيث سيجعلك هذا المجال أن تكسب فهم أعمق لشخصيتك وسلوكك وتعزيز الوعي الذاتي لديك، وفي نفس الوقت سيجعلك تفهم السلوكيات الصادرة من الأشخاص الآخرين ومعرفة نقاط ضعفهم والقوى في شخصية كل فرد من حولك. والآن دعونا نبدأ مع الكتاب الأول، وهو غسيل الدماغ للكاتبة كاثلين تيلر. هذا الكتاب ستستكشف ما يحدث بالفعل عندما تتغير عقولنا من قوى خارج سيطرتنا، وتعرض الكاتبة أيضا في تاريخ السيطرة على الفكر وقوانينها، وتبينه كيف أنها توجد من حولنا في صور متعددة بدءا من التلفاز ووصولا إلى السياسة والتعليم. الكتاب الثاني، ربما عليك أن تكلم أحدا، للكاتبة لوري غوتليب. كتاب مدهش ومثير للتفكير، يأخذنا وراء كواليس عالم العلاج النفسي، حيث يبحث مرضاها عن إجابات هي نفسها الكاتبة تبحث عنها، بينما تكتشف الكاتبة العوالم الداخلية في حياة مرضاها من خلال حكمة مبهرة وحس فكاهي. وأيضا تأخذنا الكاتبة إلى عالمها الخاص كمعالجة نفسية ومريضة في آن واحد، تمحص الحقائق والخيالات التي نخبرها لأنفسنا وللآخرين، بينما نتأرجح على حبل الحب والرغبة والمعنى والموت والذنب والخلاص والرعب والشجاعة والأمل والتغيير. الكتاب الثالث، أشهر 50 خرافة في علم النفس. هذا الكتاب تشارك فيه عدة من المؤلفين، ويعتبر من أهم الكتب في هذا المجال، حيث سيقدم لك هذا الكتاب أشهر 50 خرافة بالدراسة والفحص، ويحددون مصادر تلك الخرافات وأسباب تصديق الناس لها وما تقوله الأبحاث العلمية المنشورة بشأنها. ويختتم المؤلفون هذا الكتاب بإطلاعنا على 13 اكتشافا جديدا في علم النفس يصعب تصديقها، على نحو يثبت أن الحقيقة أحيانا تكون أغرب من الخيال. كتاب رائع جدا، وأنصح به لكل قارئ. كتاب هلوسات للدكتور الرائع أوليفر ساكس، صاحب أفضل الكتب مبيعا وصاحب الكتاب المشهور الرجل الذي حسب زوجته قبعة. بداية، ما هي الهلوسات؟ سأقوم بالإجابة على هذا السؤال. الهلوسات هي عبارة عن مدركات حسية تحصل في غياب منبه حسي في العالم الخارجي، ويمكن أن تحصل بأي من الحواس الخمس مثل السمع والبصر واللمس والشم والتذوق. فيسمع الشخص أصواتا لا وجود لها، ويبصر أشخاصا أو كائنات غريبة لا وجود لها أيضا، وكذلك يشعر بلمس دون وجود منبه حقيقي، ويشم روائح ويتذوق أطعمة لا وجود لها، وأخوف ما قد يصل إليه أن يصدق أنها أشباح ويعيش واقعا منفصلا. ونحن الآن مع أفضل كاتب عربي في هذا المجال، الدكتور يوسف حسني. سنبدأ مع كتاب عقدك النفسية سجنك الأبدي. يحمل هذا الكتاب بداخل صفحاته طرحا وتحليلا ل15 عقدة نفسية، مستندا بذلك على أبحاثه الخاصة في المجالات العلمية، ومركزا بذلك على الجانب السلبي من تعاطي المجتمع مع تلك العقد. ويعتبر الكتاب من أهم أعماله وأبرزها، وترك أثرا كبيرا بداخل القراء. وأيضا هناك لفتة صغيرة للكاتب، حيث أنه قام بمشاركتنا مواقف من حياته الخاصة تعكس تأثير بعض من هذه العقد وطريقة حل هذه المواقف. كون الإنسان مثقفا بكمية المعلومات التي يملكها لا يعني أنه واع بأبعاد ما قرأ. هذا الكتاب سيحطم كل ما كنت تعتقد أنه الحقيقة. ستصدم بكونك لا تعرف شيئا عن العالم السري للعلاقات الخاصة، وأن كل ما ورثته فيه محض هراء. ستشعر بأنك تعيش في مجتمع كل ممنوع فيه يمارس الهوس الخفاء. ستعرف أسسا لم تكن يوما تعتقد أنها موجودة في الإغواء. هذا الكتاب سوف يجعلك تشعر حرفيا بأنك قمت بزيارة للطبيب النفسي. قوانين التحرر من الصراع النفسي. هذا الكتاب هو دليل شامل لتخفيف ضباب الوهم الذي عشته، وهو معرفة الطريق الحقيقي للتحرر من كل ألم قاسيته في صراعك النفسي،
ورغم صعوبة هذا الطريق لكنه سيأخذ بيدك إلى الحرية الحقيقية، ويعتبر من أفضل ما ألف الكاتب. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد بما يخص عالم الكتب.